أقول لكم نحن نقترب من هذا الزمن، نحن نقترب من هذا الاستحقاق الإلهي التاريخي المدوي. التطورات التي حصلت في القرن العشرين والتي بدأت تحصل مع بدايات القرن الواحد والعشرين وما نحن مقبلون عليه يؤكد أننا نسير بسرعة باتجاه هذا الاستحقاق. أيها الإخوة والأخوات، إن المهدي والمسيح عليهما السلام هما المستقبل الذي نتطلع إليه. نحن الشعوب المستضعفة والمقهورة في آخر الزمان، ونحن نعلم أن نهاية المطاف وأن نهاية المعركة معروفة النتائج والخواتيم. هذا يجب أن يعطينا الأمل والصبر واليقين والانتظار. لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، أنتم إن شاء الله ببركة دماء الشهداء وخصوصا الشهداء القادة الكبار من علماء وجهاديين وسياسيين، أنتم الجيل الذي سوف يشهد الانتصار النهائي الحاسم لأمتنا وتغيير وجه المنطقة وإقامة المشروع الحقيقي الذي ينتمي إلى شعوبنا وأوطاننا وأمتنا.